رقم اتنين شيلي ايديكي. عرفتها؟ دي حديد صح؟ حديد متأكدة صح؟ بس هعمل كده عشان تتأكدي حديد. ها؟ لا متأكدة مصدقك اكيد. طيب افتحي ايدك عشان تتأكدي اكتر. لا لا انت افتحي ايه ده؟ طيب اتأكدي ان هي اهي. ايوه حامية. حامية؟ اه. ماشي امسكي دي حطيها هناك. ماشي. ايوه كده. خلاص؟ تعرف انا جايب دي ليه؟ ليه؟ هقول لك بعدين. اهي هنحط دي هنا. اهي. اوكي ماشي كده في واحده هنا صح؟ اه. دلوقتي انت هتلخبطيهم وبعد كده انا هلخبطهم بعد كده انت اللي هتختاري براحتك اي واحده انا هضربها. طيب. لو اللي هنضربها طلع فيها وانا اتعورت هتمسكي ايديا بسرعه عشان التعوره ما تسرعش في ايديا بجد. يعني ايه يعني وتجيب البنسه دي وتجيب البنسه وتشيليها. هتعور ده؟ لا 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 ما تقلقيش بتقلقيش انا شاطر هعرف اخليكي تختاري دايما الفاضيه. ماشي ربنا يستر. يلا انا هودي الناحيه الثانيه وانت لخبطيهم. يلا خلاص. اوكي اه انا هروح الناحيه الثانيه وانت لفي ظهرك وانا هلخبطهم انا. ماشي خلاص ايه اهو. دلوقتي في واحده فيهم صح؟ اه. ممكن اكون انا ما بدلتهاش وممكن اكون بدلتها فانت اللي هتختاري دلوقتي. يلا 1 2 3 تختاري رقم كام؟ ما اعرفش فين. ما انا عارف ما تقلقيش انا بسيطر على عقلك. تختاري رقم كام؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ رقم كام؟ 2. اتنين؟ اه. هي قالت اتنين ها؟ لا خلاص تلاتة. براحتك. انا خايفة. اتنين تلاتة. فاضي. الحمد لله. فاضل دلوقتي اتنين. اه. اهم. اهم. تختاري اني واحدة فيهم بس عايزك تحط ايدك فوق من بعيد ما تلمسهمش. وعايزك تغمضي عينيك دلوقتي. خلاص وتحسي اللي فيها اللي فيها هي اللي انت تقولي لي عليها هي انهي واحده فيهم ودي اللي انا هضربها. غمضي. غمضي. اه غمضي. غمضي. ها فكري فكري. مش عارفه خالص. فكري. ها خلاص فكرتي؟ لا انا خايفه. اختاري اللي انت حاسه ان هي فيها. أختار. ايه تختاري دي واحد ودي اتنين تختاري انهي واحده؟ لا مش عارفه. أني واحدة تختاري؟ قولي بصوت. اتنين. اتنين؟ اه. رقم اتنين؟ اه. شيلي ايديكي؟ عرفتها؟ هاتي الزرادية هاتي الزرادية هاتي الزرادية هاتي. مستعيد اعمل ايه؟ شيليها شيليها. ما تحركش ايدك. شيليها. ما تحركش ايدك مش عارف اعمل ايه يا نهار اسود. شيليها من هنا من هنا. منين؟ اه. من هنا مش عارف افتح البتاع. اهو بسرعة بسرعة. ايديك انت. حرام عليك. بس لسه ماسكه ايديا. شيلي خلاص. لا ايدك كويس. ايديك انت مش انا. بصي انا عارف اللي انت مش هتختاري دي هي دي الوحيده اللي فيها. بصوا يا جماعه شبه بعض بالظبط بالظبط. دي ورق يا جماعه ورق. عملتها بالعافيه دي. طب ازاي؟ مش عارف. شكرا جدا لمشاهدتكم للفيديو وخليكم فاكرين ان انا هدف انك تكون مبسوط من الفيديوهات والشير بتاعكم بيشجعني جدا. طبعا هي مش هتعمل شير ولا هتكلمني تاني. طب ازاي؟ طب ازاي انا عرفت برضو انت مش هتختاري دي؟ مش عارفه. ما هي دي كان ممكن يبقى فيها. ايوه ما كنت ممكن اختار دي. ما حسيتيش ان دي ايديكي؟ لا. فعلا يا جماعه قلب البنت لما بيشتغل العقل بياخد اجازه. انا شكرا اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.